القرش بيهجم على البشر وناس ماسكين قرش رابطينه ومطلعين سردين أمه. وبوستات بتقول لك اذا هجمك قرش اهدى كده وخد نفس عميق ثم صحيح انت تحت المايه مش هتعرف تاخد نفس. ده كلام كتب فزلكه خليك معايا انا والخبره. طب بص بقى انت تطلع بره على الشط تاخد نفس عميق وتضرب لك سندوتشين تطلع رحله بسوني وترجع للقرش على رواقه وانا هقول لك تعمل ايه. انت كذاب يا حمدي. والله زي ما بقول لك انت شفت القص فين انت ولا عرفته منين؟ فين شفت البحر انت ولا شفته فين؟ في الصف الصحي. يوم الخميس 8/6 في الوقت اللي كان الناس في شاطئ دريم في الغردقه بيستمتعوا بالبحر فجاه حسوا بحركه غريبه في المايه. على ما الناس حاولت تترجم ايه اللي بيحصل لقوا ان في سمكه قرش بتهاجم سائح روسي عنده 24 سنه وبتقسمه نصين عشان بعدها توقف السلطات المصريه اي انشطه مائيه في المنطقه وشكلت لجنه متخصصه عشان تعمل مسح المنطقه وتعرف نوع السمكه اللي عملت كده. والقنصل الروسي في الغردقه ناشد الروس اللي هناك بالالتزام بقواعد السباحه والغطس اللي قالت عليها السلطات المصرية ووصف الحادث بانه صعب للغاية. كمان صرح الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انهم حاليا بيحللوا سمكة القرش اللي هجمت على السايح وده علشان يعرفوا سبب سلوكها العدواني. وقال كمان ان هو مستبعد ان تكون السمكة هجمت على السايح عشان حست بالخطر منه وهي في طريقها انها تحط البيض بتاعها بالقرب من الشط في مكان امن. بالنسبة لحوادث هجوم القرش على البشر فهي حاجة بتحصل في دول كتيرة جدا. وفقا للملف الدولي لهجمات القروش فأمريكا تعتبر في المرتبة الأولى في العالم في هجمات القروش على البشر بمجموع 1563 حادثة من سنة 1580 لحد 2022. بتيجي بعدها في المرتبة الثانية أستراليا ب 682 حادثة وفي المرتبة الثالثة جنوب إفريقيا ب 258 حادثة. أما بالنسبة للوطن العربي فالموضوع بيحصل في مصر وتونس والعراق والسعودية وليبيا وغيرهم. وببساطة ده طبيعي لان انت بتبقاش بتتمشى في صالون بيتك وانت بتعوم وفجأة القرش بيطلع يهاجمك. احنا في عرض البحر. ولكن انت بتبقى في صالون بيت القرش وفي بيته ومكانه وعمال تحرك له في فخدك ولحمك ومش براعي شعوره. يعني تخيل معايا كده بعد يوم طويل وانت ميت من الجوع تفتح الباب تلاقي اصبع كفتة مشوي عمال يرقص لك في الصالة ويرش على نفسه طحينة اكيد هتروح تاكله. ده انا هبلعها بلع. مصر بيعيش فيها اكتر من 25 نوع من اسماك القرش واكثرهم شراسة هم ماكو ونوع تاني اسمه النمر. والنمر ده بقى هو اللي هاجم على السايح الروسي وتسمى بالاسم ده عشان على جسمه خطوط شبه خطوط النمر ولما السمكة بتنضج بتتلاشى الخطوط دي وتختفي تقريبا. كمان معروف باسم زبال البحر عشان حرفيا بياكل اي حاجة وكل حاجة. يا زبال يا معفن. قشريات بقى اسماك طيور سلاحف دلافين وحتى القروش الصغيرة وده لان هدفه ان هو يحافظ على التوازن البيئي في المية من الكائنات النافقة. القرش ده كمان فكه قوي جدا لدرجة انه ممكن ياكل برميل او معادن وهو من القروش الرحالة اللي ممكن تلاقيها في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حوالين العالم. وخلينا فاجئك واقولك ان برغم ان اسماك القرش بتحب اللحمة والدهون والحاجات الملزلزة دي لكنها بتيجي عند البشر وتقول انتوا كيوت والله بس مش نوع المفضل في اللحمة. ازاي انا مش نوع المفضل؟ انا نوع كله المفضل. وده لان البشر مش من مصادر التغذية الطبيعية ليها، يعني احنا تقدر تقول كده مش في المنيو بتاع الاكل بتاعهم ومش بيحبوا لحمنا. ومن وسط 300 نوع من القروش 10 انواع بس هي اللي بتهاجم البشر. واحد دلوقتي هيطلع يقول لي طب طالما القرش ما بيحبش لحمنا بيهاجمنا ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. ولو اني متاكد ان ملوش فيه كنت حلفت ان ابراهيم سافف شريط ابيتريلو وسايق. ابراهيم ما يخافش الا من الغشيم. الغشيم يعني يا هيموتك يا هيزنقك تقتلني. بص يا سيدي هجوم القرش على البشر بينقسم لنوعين. النوع الاول وهو الهجمات المبرره اللي بيكون ليها سبب. القرش من دول يبقى قاعد بيعوم في امان الله في المايه اللي هي بيته والبيئه بتاعته يلاقي شويه بشر داخلين يعملوا نوش في منطقته فبيتعصب ويروح مهاجمهم. وخلي بالك انا قلت راح يهاجمهم مش ياكلهم لان زي ما قلنا هو دوره انه يحافظ على التوازن البيئي وانه يتخلص من الكائنات النافقه او المريضه. لذلك هو بيهاجم اي جسم غريب وبعد ما بيهاجم الانسان بيلاقي طعمه مش مستساغ بالنسبه له فبيرميه وما بياكلوش. تاني نوع بقى هو الهجوم غير المبرر والقرش هنا بيهاجم لوحده كده من غير ما حد يعمل له حاجه. يعني مثلا لو راح لمكان ضحل وما فيهوش اكل هو متعود عليه وما فيهوش اسماك كتيره فبيضطر ياكل اي حاجه عشان يسد جوعه.
كده هتطلع شرار سمع. كمان احيانا بيكون مريض او فقد السيطره على نفسه زي قرش النمر اللي سبب حادثه الساحر الروسي كده، واللي اتقال ان السبب في اللي حصل ده ان هو كان مسعور، وده بسبب تجار المواشي اللي بيرموا الحيوانات النافقه في البحر، فالقرش لما بياكلها بيبقى مسعور ومش متوازن. والدليل على الكلام ده ان القرش كان بيعوم قريب من الشط، ودي حاجه مش طبيعيه. كمان بعد الحادثه كان بيعوم حوالين نفس المنطقه، وده اللي قاله الصيادين، وقالوا كمان ان هم شافوه وهو بيرمي نص جثه السائح في الميه تاني وما كلهاش. ونطرته لحد هناك. ايه وانا خبطه بالشلوت. من الحاجات اللي بتستفز القروش بقى هي الصوت العالي، او ان حد يبقى لابس حاجه في سفوريه لامعه شبه القشور بتاعه السمك. نفس الموضوع بالنسبه للفضه والمجوهرات في البحر، او حد نازل وحاطط مزيل عرق او كريم ريحته نفاذه، او واحده نازله مثلا حاطه فول ميك اب. فالقرش بيتضايق طبعا جدا، اللي هو احنا مش رجاله ولا احنا مش عاجبينك ولا ايه وليه. وخليني اقول لك بقى معلومه صغيره كده على جنب، ان الانسان سنويا بيصطاد 70 مليون سمكه قرش على مستوى العالم. اضف الى معلوماتك هذا الكتاب الجديد هذه المعلومه الجديده، في حين ان هجمات القروش على الانسان في سنه 2022 وصلت ل 57 هجمه. بيت زلومتك يلا. ده احنا هينينهم يا رجاله والله، ده احنا خلاص قربنا نخلص عليهم اصلا. الفكره بقى ان بعد كل ده البشر هم اللي بيعملوا افلام عن القروش ويشوهوا سمعتهم، يعني فيلم ذا ميج مثلا مع احترام الفنان جيسون ستاثام طبعا، لكن القرش كان قاعد ساكت في حاله عايم في بطن الارض، قام البني ادم كبرت في دماغه يكتشفه ومرازي القرش ومعكر عليه عيشته وطلعه فوق الارض. بعد كل ده لما القرش اتعصب قام قتله. طب ما هو كان نايم تحت الارض يا جدعان، هي قايم رازيه وخلاص. في النهاية وعملا بمقولة ابعد عن القرش واسكت خالص عشان الصوت بيضايقه، فلازم تخلي بالك وتتجنب اي حاجة من اللي قلناها فوق لانها بتستفز القرش وممكن تخليه هاجمك. اما بقى لو لا قدر الله القرش هاجم عليك، الصراحة انا مش عارف اقولك تعمل ايه، لان انا اصلا لو مكانك برضو مكنتش عارف بعمل ايه، فانت يعني اتصرف بقى انت وذوقك، شوف هتعمل ايه واعمله. خرب بيتك هتموتني. وكده كده يعني الاعمار بيد الله. انا بس الحقيقة في حاجة لفتت نظر، يعني انا مقدر طبعا التعاطف مع الساحر الروسي، لكن انا مش لاقي مبرر لمشهد ضرب القرش. يعني الناس كانوا ماسكين القرش ورابطينه ونازلين في ضرب كانه حرامي غسيل، كان ناقص بس القرش يتكلم ويقول لهم خلاص يا رجاله والله مش هاكل حد تاني. ايه يا جدعان انت قفشت واحد هبره من بيت الطاعه. لازم حد يشرح للناس ان ده مش عيل صغير بتربيه، ده حيوان بيمارس فطرته وغريزته، غير ان هنا اصلا السبب في تغيير سلوكه وانه يكون عدواني بسبب الحيوانات النافقه اللي بتترمي في الميه. واسف كمان على اللي حصل مني تجاه سمكه القرش، ولو عايزين انزل البحر اعتذر لها وبوز دماغها المستعد. في النهايه انا اتمنى ان دي تكون اخر مره نسمع فيها عن هجمات القرش والموضوع ما يتكررش، وكل الناس تتبسط باجازتها ومصايفها. بس ما تنساش بقى قبل ما تخرج تهجم لنا على اللايك والشير، وتضرب غطس لحد اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب هناك، واضرب المايو بتاعك وانزل اقعد على القهوه والله الناس هتفرح.